يعطيكم العافية يا رابح حبايبي أطفالي الصغار. طبعا اليوم نبلش إن شاء الله بمادة الماث. من المواضيع المطلوبة منكم يا رابع صفحة 48 اللي هو موضوع الادينج. طبعا مش رح نعطيكم كل الكتاب، احنا بدي اعطيكم بس المواضيع اللي بتهمني وبتفيدني لقدام. طيب وعشان في بعض كم يا رابع بحكي عني سريعة، رح أكون معاكم حبة حبة لحتى ما تحكوا عني سريعة وتفهموا برواق. تمام. آدينج، شو معنى آدينج؟ يعني جمع، عملية جمع. Solve these problems as quickly as you can. Don't use a calculator. Solve معناته بحكي لك هون حل البروبلمز الموجودة عندي هون، المشاكل، الألغاز اللي موجودة بالفراغات. quickly as quickly بشكل سريع يعني ذهنيا. you can إذا استطعت. don't use a calculator ما تستخدم أبدا الآلة الحاسبة. تمام، خلينا نبلش من هون يا رابع حبايبي. 23 plus فراغ يساوي 100. 100 شو العدد؟ يلا خلينا نفكر كنا مع بعض ذهنيا اللي بجمعه مع 23 بيعطيني 100. يلا يا رابع مع بعض ذهنيا ذهنيا ذهنيا، رح نكتشف يا رابع انه الجواب 77. ممتازين ممتازين. اللي بعدها حبايبي 46 بلس فراغ يساوي 100. شو العدد يا رابع؟ يلا ذهنيا العدد اللي بجمعه مع 46 بيعطيني 100. 100. شو العدد اللي بجمعه مع 46 بيعطيني 100؟ اللي مو فاهم انجليزي، شو العدد اللي بجمعه مع 46 بيعطيني 100؟ ذهنيا بيطلع معي الجواب 54. بالعربي 46 زائد 54 بيعطيني 100. طيب شو النمبر إذا جمعته مع 11 بيعطيني 189. شو الرقم أو النمبر إذا عملت له بلاس مع 720 بيعطيني 1000. بيعطيني 1000 ذهنيا. شو الرقم اللي بجمعه مع 720 بيعطيني 1000؟ يعني 1000، 1000 بالإنجليزي 1000. يلا يا رابع مع بعض ذهنيا 720 plus 280 بيعطيني 1000. شو الرقم يا رابع اللي بجمعله او بعمل شو الرقم رقم نمبر بلس 589 بيعطيني 1000؟ شو الرقم يا رابع؟ يلا ذهنيا مع بعض، يلا ذهنيا مع بعض بكتشف انه 411. 333 plus number بيعطيني 1000. شو الرقم اللي أنا بجمعه مع 333 بيعطيني 1000 يا رابع؟ 667. تمام. هون عندي يا رابع 10 plus 50 plus 40 ممتازين. 50 plus 3 80 80 plus 20 100 60 plus 20 plus 20 60 plus 20 80 plus 20 100 10 plus 80 90 90 plus 10
رد 70 plus 20 90 90 plus 10 100 60 plus 10 60 plus 10 70 70 plus 70 plus 300 تمام 5 plus 5 10 10 plus 7 17 17 plus 3 20 صح؟ It's right 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 2 plus 8 9 10 10 plus 10 20 yeah هون بدي أجمع هذا النمبر مع هذا النمبر ببلش من اليمين مثل الأعداد لما تكون النمبرز في العربي 2 plus 5 7 9 plus 5 14 واحد بحطه باليد بهاي الطريقة 1 plus 5 1 plus 4 5 8 plus 6 14 1 plus 3 4 4 plus 7 11 1 plus 5 6 1 plus 7 8 0 plus 4 4 وبنزل 7 بهاي الطريقة تمام طبعا الدرس بيحكي لي يا رابع عن عملية الجمع وانتو اكيد شاطرين بالجمع الذهني وبتمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا الدرس واللي ما فهم الدرس يعطيني ملاحظة انه ما فهم عشان ارجع اعيد بس الفكرة يا رابع هي عملية جمع الفكرة يا رابع هي عملية جمع واشغل شوي مخي لحتى اقدر اجمع ذهني نيا وأعرف شو موجود في الفراغ الناقص